إبراهيم سرقيني أستاذ مشارك في كلية الإلهيات. كلمتي هي عن حقوق المهاجرين قسريا في الفقه الإسلامي. يوجد لدينا حقوق عاجلة وحقوق متوسطة الأمد وحقوق استراتيجية. كل دول العالم تعطي أهمية كبيرة للحقوق العاجلة والحقوق متوسطة الأمد، لكنها تهمل الحقوق الاستراتيجية، وهي حق المواطن في العودة إلى وطنه، كحق الفلسطينيين في العودة إلى فلسطين، وفي حق السوريين الآن في العودة إلى وطنهم سوريا بشكل آمن ودون أي إشكاليات على أرواحهم أو على أعراضهم أو على أموالهم.